بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا عن الـ AC Power Analysis. الحاجات اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في الجزء ده من المحاضرة، أول حاجة هنعرف يعني إيه Power Factor، والحقيقة هو من الحاجات المهمة جدا في الصناعة وعند شركات الكهرباء، إن بيشترطوا على المصانع وعلى المنشآت الكبيرة وكده إن الـ Power Factor ده يقبله قيمة معينة، هنشوف ليه. بعد كده هنتكلم على ما يسمى الكومبلكس باور. احنا اتكلمنا لحد دلوقتي بس على ما يسمى الافريج باور، لكن ما اتكلمناش عن الباور اللي هي ريليتد للرياكتنس اللي هي بتبقى موجودة مع اي لود، وازاي نحسبها وايه اهميتها. فهنتكلم على ما يسمى الكومبلكس باور، وبعد كده هو هنشوف ازاي نقدر نحسن الـ power factor. الـ power factor في الحقيقة هو بيبقى رقم ما بين 0 و 1، وشركات الكهرباء بتحب ان هي تخليه دايما اكتر من 0.9. وبالتالي ازاي لو عندنا certain load نقدر نحسن الـ power factor بحيث ان يبقى قريب من الواحد. بعد كده هنتكلم اخر نقطة عن الـ maximum average power transfer في الـ AC circuits. ويخليني اقول لكم النتيجة على طول دلوقتي، وهي ان اللود اللي بياخد او بيسمح بانتقال ماكسيمم باور من اي سي سيركت لللود ده لما بيكون الامبيدنس بتاعه هي الكونجكت للثيفينين امبيدنس للاي سي سيركت. طيب خلينا نبتدي اول نقطة عايزين نتكلم عليها اللي هي الباور فاكتور. احنا كنا قلنا ان الافريج باور P بتساوي ال RMS voltage في ال RMS current في cosine الأنجل ما بين الفولت والكرنت. طبعا الكلام ده معناه ان انا فارض عندي لود لي impedance Z ماشي في تيار I وفي voltage across ال impedance اسمه V. زي ما اتفقنا دلوقتي احنا هنتعامل مع ال magnitudes ك RMS values، وبالتالي ال average power هي ال RMS value بتاع ال current في ال RMS value بتاعة ال voltage في cosine ال angle اللي هي ما بين ال current وال voltage. فده هو الـ average power. المقدار اللي هو اسمه كوساين ثيتا في ماينس ثيتا اي هو ده اللي هنعرفه على انه الـ power factor. طبعا هي كوساين function، فما انها كوساين function فلابد ان اي كوساين function زي ما احنا عارفين تبقى ما بين 0 و 1 طبعا كماجنتيود، تبقى ما بين 0 و 1، وهو ده ال definition بتاعها. لأنها كوساين function وكوساين ال function ال positive زي كوساين نفس ال function ال negative، فاحنا عشان نعرف اذا كان الفولتج والكرنت العلاقة بينهم هي علاقة اندكتور ولا علاقة كاباستور، يعني هل التيار متقدم او متأخر عن الفولتج، فعادة اما بنكتب الباور فاكتور بنكتب بين قوسين هل هو ليدنج اور لاجنج، مين اللي ليدنج او لاجنج؟ الكرنت. فلما نكتب مثلا ان الكوساين ثيتا في ماينس ثيتا اي بتساوي زي مثال يعني بيساوي مثلا 0.8 lagging، ده معناه ان كوساين الزاوية اللي ما بين الفولت والتيار بتساوي 0.8، ولاجنج يعني ان التيار لاجنج الفولتج، معنى كده ان الامبيدنس بتاعتها انها عبارة عن ريزيستور واندكتور. لو كان كتبنا ليدنج برضه هتبقى 0.8، ولكن ليدنج معناه ان التيار يبقى هو اللي سابق الفولت. بنلاحظ كمان ان الامبيدنس هي بتساوي الفولت
ال RMS value بتاعة الفولت at angle theta V على ال RMS value بتاعة ال current at angle اللي احنا سميناها theta I، وده يديني الماجنتيود بتاع ال impedance at angle theta V minus theta I. الكلام ده كلود لو حبينا نمثله بنمثله بالمثلث اللي انا برسمه ده، هو اللي هو هنا ده زد الماجنتيود اوف زد، وده هنا ار وهنا اكس. فنلاحظ ان زد كوساين الزاويه ديت هيديني ار، وزد ساين الزاويه ديت بيديني اللي هي هسميها هنا ثيتا بيديني اكس. فالثيتا ديت هي ثيتا في ماينس ثيتا اي، عشان كده بنكتب ان زد بتساوي ار بلس جي اكس. فده معناه برضو ان الباور فاكتور لللود بيساوي ار اوفر زد. يبقى لو انا عايز احسب الباور فاكتور لجيفن امبيدنس ممكن احسبها عن طريق ان انا اشوف الريشيو ما بين ار الى طبعا الماجنتيود بتاع زد، او احسب كوساين الزاويه ثيتا ديت، او ان انا احسب كوساين الزاويه اللي هي ما بين الفولت والتيار اللي هم ريليتد للامبيدنس اللي انا بتكلم عليها. ال for inductors او inductive loads الباور فاكتور بيبقى lagging، for capacitive loads الباور فاكتور بيبقى leading. شوف دلوقتي مثال نستخدم فيه الباور فاكتور في حسابات الافرج باور. اللي عندنا ده هو لود زي ما احنا شايفين. اللود ده هو الباور بتاعته 88، الافرج باور 88 كيلو وات، والباور فاكتور 0.707 لاجنج. السبلاي اسمه في اس، والسبلاي بيغذي اللود ده ثرو ريزيستنس مقدارها 8 من 100 اوم. الفولتج اكروس اللود 480 فولت. طبعا اما اكتب كده خلاص هنتفق ان 480 ديت تبقى هي ار ام اس فاليو للفولت. المطلوب دلوقتي المطلوب ان انا احسب الباور اللي السبلاي بيعملها في الوضع اللي قدامنا. والحاله الثانيه ان لو الباور فاكتور بدل ما هو 0.707 بقى 0.9 احسب برضو الباور السبلاي المفروض يغذيها. طبعا هو الهدف من الاكزامبل دهوت ان احنا نقارن ايه تاثير تغيير الباور فاكتور على الباور اللي المفروض السبلاي يولدها او التيار اللي هيمشي في الدايره. طيب احنا عارفين ان الباور اللي هتيجي من السبلاي هتبقى عباره عن الباور الخاصة باللود زائد الباور اللي هيحصل لها ديسيبيشن في ال 0.08 اوم ريزيستور. فطبعا هيبقى في اي سكويرد في 0.08. طبعا مرة تانية التيار اللي هستخدمه هنا هو ال RMS value لل current. طيب التيار بيساوي ايه؟ التيار بيساوي اللود باور مقسوم على الفولتج اكروس اللود طبعا ار ام اس فاليو في الباور فاكتور بتاعت اللود. فلو جينا طبقنا الكلام ده على الحالة الأولانية هنلاقي ان التيار بتاع اللود هيساوي 88 في 10 to the power 3 مقسوم على 480 في الباور فاكتور اللي هو 0.707.
لو حسبت الكلام ده هتلاقيه بيطلع 259.3 أمبير. وبالتالي أقدر أحسب ال power delivered by the supply هتبقى عبارة عن 88 في 10^3 اللي هي بتاعة اللود زائد 259.3 تربيع في الريزيستنس اللي هي 0.08. لو حسبت الكلام ده هيطلع المفروض بيساوي 93.38 كيلو وات. فده الحالة الأولى. في الحالة الثانية لو حسبنا اللود كيرنت فهيساوي برضو 88 في 10^3 على 480 في الباور فاكتور الجديد بقى اللي هو 0.9. لو حسبنا الكلام ده يطلع 203.7 أمبير. ولو حبينا نحسب ال supply power هنلاقيها بتساوي 88 10^3 بلس 203.7 اللي هو I سكوير في ال resistance اللي هي 0.08. لو حسبنا الكلام ده هنلاقيه بيطلع 91.32 كيلو وات. اللي احنا محتاجين نبص عليه دلوقتي هو ان احنا نقارن ما بين الارقام. ده التيار في حالة ال 0.707 lagging power factor، وده التيار في حالة ال 0.9 lagging. هنلاحظ طبعا ان التيار في حالة لما الباور فاكتور كان اصغر هنلاحظ ان التيار كبر. ويعني ايه التيار كبر؟ يعني معنى كده ان احنا محتاجين نستخدم ريزيستنس او وايرنج ليه كروس سيكشنال اريا اكبر عشان خاطر يستحمل التيار، يبقى دي تكلفة زيادة. كمان لو افترضنا ان الريزيستنس اللي هي بتوصل اللي هي هنا ديت اللي هي بتوصل الباور لللود بيحصل فيها ديسيبيشن لبعض الباور في صورة هيت نتيجة الاي سكوير ار، فهنلاحظ ان الباور هنا هوت اللي ولدت هي اكبر من الباور اللي ولدت في الهاير باور فاكتور. يعني هنا هوت في حالة اللو باور فاكتور 93.38 كيلو وات، بينما في حالة ال 0.9 هي 91.3. يعني معنى كده ان انا لو الباور فاكتور قليل بحتاج ان انا اعمل جنريشن لاكتف باور اكتر، ومش هستفيد بيها. ليه مش هستفيد بيها؟ لان في جزء اكبر هيضيع في الترانسميشن اللي هي المقاومه اللي احنا قلنا عليها ال 0.08 او. فيبقى اذا دي هي مدار ان الباور فاكتور يبقى منخفض، ان التيار بيبقى اعلى، فبالتالي احتاج لكيبلز بكروس سكشنال اريا اكبر وبالتالي هتبقى اغلى. ثانيا ان هيبقى عندي بار لوس اكبر في عمليه الترانسميشن. عشان كده زي ما قلنا من شويه شركات الكهرباء بتشترط على المنشات الكبيره وعلى المصانع وكده ان الباور فاكتور لازم يبقى عالي ويبقى as close as possible للواحد. الواحد ده يعني كان اللوس تبقى تتشاف من السبلاي كانها قريبة من انها تبقى resistive loads. هنعرف دلوقتي كمية هنسميها ال complex power S. لو افترضت ان انا عندي load بالشكل ده، اللود ده ليه impedance Z، magnitude بتاعها هو magnitude of Z at angle theta subscript Z. اللود ده across الترمينالز بتوعه فيه فولتج سميته انا في، والتيار اللي ماشي فيه هو اي، وبالتالي اي ليه ماجنتيود اي ار ام اس وانجل ثيتا اي، والفي هي في ار ام اس ات انجل ثيتا في. فبعرف الكومبلكس كوانتيتي اس ديت او الكومبلكس باور اس على انها عباره عن في في الاي كونجكت.
فاليونت اوف اس هتبقى عبارة عن فولت امبير، بنكتبها في اي لان حاصل ضرب فولت في كرنت. كمان هنلاحظ ان اللي احنا لو ضربنا اي في في، الفي هي قلنا عبارة عن ار ام اس ماجنتيود ات انجل ثيتا في، في اي ار ام اس ات انجل ثيتا اي. طبعا هناخد الكونجكت بتاع الكرنت، هنقول ليه هو الكونجكت. فاما بناخد الكونجكت بتاع الكوانتيتي كل حاجة بنعكس اشارة الانجل، فده يديني ال ار ام اس فولتج في ال ار ام اس كرنت ات انجل ثيتا في ماينس ثيتا اي. او ممكن نكتبها في ار ام اس في اي ار ام اس كوساين ثيتا في ماينس ثيتا اي بلس جي ساين ثيتا في ماينس ثيتا اي. طبعا في ار ام اس اي ار ام اس في كوساين الانجل ثيتا في ماينس ثيتا اي ده بيديني على طول الافريج باور. يبقى اذا الريال كومبوننت بتاعت اس هتبقى هي عباره عن الافريج باور اللي احنا حسبناها قبل كده بلس جي في ار ام اس اي ار ام اس في ساين ثيتا في ماينس ثيتا اي. ديت هندي لها رمز جديد هنسميه كيو، ودي بنسميها الرياكتيف باور. زي ما قلنا قبل كده الاكتيف باور هي المفيده لان هي دي اللي ممكن نستخدمها في ان احنا نشغل الاجهزه. الرياكتيف باور ديت هي ريليتد للكاباستور او الاندكتور اللي موجود في الدايره، وبالتالي دي طاقه بتختزن وتسترجع من الكاباستور او الاندكتور، وبالتالي هي طاقه غير مفيده. عشان كده احنا بنحاول في الحقيقه ان احنا نقللها بقدر الامكان في اللودز عشان خاطر ما نضطرش زي ما شفنا في المثال اللي عملناه قبل كده نمرر تيار اعلى من اللود الحقيقي مطلوب فيه، وبالتالي يبقى ايكونوميكالي الموضوع اغلى. المهم الكيو ديت اللي هي رياكتيف باور ديت بنديلها يونت فولت امبير، وبعدين عشان نقول ان هي رياكتيف باور بنضيف حرف ار، فهي بتبقى فولت امبير رياكتيف، وعادة في الباور انجينيرنج بيسموها فار. فهي ديت اليونت بتاعت الرياكتيف باور. نرجع بقى ونقول ليه احنا استخدمنا الكونجكت، ليه ما قلناش اي في في. في الحقيقة ده اتفاق، يعني الناس في الباور انجينيرنج اتفقوا ان يعرفوا اس على انها في بتساوي على ان اس بتساوي في في اي كونجكت. ليه؟ لان ده هيخللنا الرياكتيف باور بتاعت الاندكتيف لودز تبقى بوزيتيف، والرياكتيف باور الخاصه بالكاباسيتيف لودز تبقى نيجاتيف. ممكن نمثل الباور في اي سي سيركس بتريانجل. هنا هيبقى عندي في اس، وهنا هيبقى عندي في البي، وهنا الكيو، والانجل ديت هي ثيتا في ماينس ثيتا اي. فزي ما احنا شايفين ان اس كوساين الزاوية يديني بي، واس ساين هذه الزاوية بيديني الكيو اللي هي الرياكتيف باور. برضو لو بصيت على الامبيدنس، يعني ده اسمه الباور ترانجل، لو بصيت على الامبيدنس ترانجل فبيبقى عندي هنا في زد، وهنا طبعا دي ثيتا، وهنا بيبقى في ار، وهنا في اكس. واحنا عارفين ان ثيتا اللي هي تمثل الانجل بتاعت الامبيدنس هي في الحقيقة بتبقى ثيتا في ماينس ثيتا اي. ده طبعا بفرض ان احنا بنتكلم على لود مكون من ريزيستور
و impedance و reactance in series يعني R plus G X هي ديت زد اللي انا بتكلم عليها. لو جيت ضربت كل ضلع من هنا في الماجنيتيود بتاع الكرنت سكويرد فهيديني اي سكويرد زد، وهنا يديني اي سكويرد ار، وهنا يديني اي سكويرد اكس. الزاوية ديت ما زالت هي ثيتا زد، فبنلاقي ان في الحقيقة اي سكويرد زد ديت ما هي الا الاس، واي سكوير اكس هي الكيو، واي سكوير ار هو البي. فاذا ان احنا نعمل سكيلينج للامبيدنس ترانجل ممكن نحصل على ما يسمى الباور ترانجل، او من الباور ترانجل نقدر نحسب الامبيدنس ترانجل زي ما انا وضحت هنا. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نحل مثالين نوضح فيهم بعض الحسابات لل AC power في دوائر بسيطة. هنا اللي قدامنا ده مثال نموذج مصغر لنظام نقل ال power، يعني عندنا هنا في supply، وال supply ده بيغذي load، هنا في load، والتغذية عادة بتبقى through a transmission line، وده transmission line، واحد ال models اللي بتستخدم لتمثيل ال transmission lines ال models البسيطة هي ان نحط resistance in series مع reactance عشان تمثل ال transmission line. فده اللي عندنا. احنا فرضين ان اللود بتاعنا هو عبارة عن 20 كيلو وات، والباور فاكتور 0.8 لاجنج، الفولتج اكروس التيرمينالز بتوع اللود يعني من بين النقطتين اللي حوالين اللود دهوت هو 220 ات انجل 0. وطبعا حتى لو انا ما قلتش زي ما اتفقنا هي ال 220 ديت ار ام اس فاليو، ولكن على سبيل التاكيد احنا كتبنا هنا ان هي ار ام اس فاليو. ايه المطلوب؟ المطلوب ان نحسب الفولت والباور فاكتور عند السبلاي، يعني عايز اشوف في سبلاي ديت هتساوي كام، واحسب الزاويه ما بين الفي سبلاي والكرنت. طبعا الكرنت اللي هيبقى ماشي خارج من السبلاي وثرو الترانسميشن لاين لحد اللود هو هيبقى اي لود، يبقى كان انا عايز اجيب الانجل ما بين السبلاي فولتج في اس والكرنت اي ال. طب ايه اللي اعمله؟ اول خطوه ان هستخدم اللود باور الافرج باور والباور فاكتور اللي هو كوساين ثيتا واللود فولتج عشان اجيب الابارنت باور اللي هي اس عند اللود والكرنت اللي عند اللود. خلينا نشوف هنعمل الحكاية ديت ازاي. الاس بتساوي بي اوفر كوساين ثيتا. جه منين الكلام ده؟ جه من المثلث البار تريانجل اللي احنا رسمناه قبل كده. لو كانت ديت هي اس وديت هي ثيتا وديت هي البي وديت هي الكيو، فاحنا كنا قايلين ان البي بتساوي اس كوساين ثيتا، وبالتالي لو انا عايز اجيب الاس جيفن البي فيبقى بي على كوساين ثيتا. فلو انا عملت كده يبقى هقسم ال 20 كيلو وات اللي هم بتوع اللود الافرج باور بتوع اللود على الباور فاكتور اللي هو 0.8، ولو عملنا كده ده يدينا 25 كيلو فولت امبير. يبقى ده هو حساب الاس. طبعا لو حبيت ان انا اجيب الانجل بتاعت الابارنت باور بتاعت اس، لان اس ديت فيزر فليها مقدار هو اللي احنا حسبناه، لو حبيت بقى اجيبها سميها اس ال كمقدار تبقى
25 في 10 to the power 3 at angle cosine minus 1 الباور فاكتور. احنا قلنا ان الباور فاكتور هو بيساوي 0.8، يبقى كوساين ماينس 1.8. فده يدينا 25 في 10 to the power 3 at angle 36.8 فولت امبير. طيب يبقى ده هو الحساب الابارنت باور عند اللود. لو حبيت احسب الكرنت اللي عند اللود فهو بيساوي، احنا اتفقنا ان الاس بتساوي الفي في الكونجكت بتاع الكرنت، وبالتالي لو انا عايز اجيب الكرنت يبقى اقسم اس ال على في ال واخد الكونجكت بتاع الكلام ده. فهنا هيبقى عندي 25 في 10 power 3 at angle 36.8 الكلام ده مقسوم على ال voltage across the load كان 220 at angle 0، وبعدين ناخد ال conjugate بتاع الكلام ده. لو عملت الكلام ده هيطلع 113.64 at angle ناقص 36.8 امبير. الخطوة رقم 2 هستخدم الكرنت والإمبيدنس بتاعة اللاين عشان أجيب الأبارنت باور بتاعة اللاين. فده يديني ان اس بتاعة اللاين هتساوي اي سكويرد اللي ماشية في اللاين اللي هي نفسها هي اللود كورنت مضروب في الامبيدنس بتاعة اللاين. اي سكويرد هتطلع ب113.64 سكويرد، وزد لاين ديت اللي احنا قلنا ان هي عبارة عن 0.09 بلس جي 0.3. لو انا عملت الكلام ده هيديني 1162.26 بلس جي 3874.21 فولت امبير. ده هو ده ال، لو حبيت احسب التوتال او السبلاي apparent power اللي انا هسميها S subscript S، فديت هتبقى بتساوي مجموع اللاين apparent power زائد اللود، وبالتالي هجمع الكميتين دولت على بعض. لو عملت كده هوت ده هيديني 21.162 بلس جي 18.874 كيلو فولت امبير. وده ممكن يتكتب في صورة مقدار وزاوية، طبعا هيبقى 28.356 at angle 41.73 كيلو فولت امبير. لو حبيت ان انا اجيب السبلاي فولتج فطبعا هو هيبقى عبارة عن الابارنت باور بتاعة السبلاي مقسومة على الكونجكت كورنت، وطبعا الكونجكت كورنت اللي جاي من السبلاي هو نفسه اللود كورنت.
فده بالطريقة دي أقدر أحسب في اس بتساوي كام كماجنتيود هتلاقيها بتساوي 28 من 3 5 6 في 10^3 على الكرنت اللي هو 113.64 ده يدينا 249.53 فولت. وطبعا دي ار ام اس فاليو. لو حبيت ان انا احسب الباور فاكتور عند السبلاي فهي على طول بتتجاب من الزاوية بتاعة ال apparent power، فهي كوساين 41.73 فده يطلع 0.75. طبعا هتبقى ايه لاجنج. ليه هي لاجنج؟ لان زي ما اتفقنا احنا لو خدنا الكوساين والساين بتاع 41 هيطلعوا الاتنين بوزيتيف، واحنا اتفقنا ان البوزيتيف البوزيتيف رياكتيف باور ديت بتكورسبوند تو اندكتيف لود، وبالتالي الباور فاكتور بيبقى ايه لاجنج زي ما كتبت هنا. المثال التاني اللي عايزين نعمله هو في تو نتوركس، تو اي سي نتوركس زي ما احنا رسمينهم كده اهوت، برضو بيربط بينهم ترانسميشن لاين. انا فرض ان الامبيدنس بتاعت اللاين اسمها زد. الترمينال بتاع النتورك الاي انا فارض ان الفولت عليها اسمه في اي، والترمينال بتاع النتورك بي انا فارض ان الفولت هو في بي. انا فرضت اتجاه للكرنت رايح من اي الى بي، كان ممكن افرضه في الاتجاه العكسي. طيب دلوقتي given ان الامبيدنس بتاعه اللاين هي 1 جي، ال VA ب 120 30 درجة طبعا RMS value، وال VB 120 at angle 0. ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نحسب ال average power related لل network A وال average power related لل network B، ونحدد مين منهم ال source ومين منهم ال load. طيب حسب ال convention بتاعت ال power اللي احنا قلنا عليها قبل كده، فالكرنت لما بيبقى خارج من البوزيتيف تيرمينال يبقى ده جاي من سبلاي، يبقى دي باور سبلايد، ولما داخل على بوزيتيف تيرمينال يبقى دي باور ابسورب. فاذا الفرضيه اللي انا عاملها كده هي دي بتقول كده، بتقول ان التيار بما انه داخل على البوزيتيف تيرمينال بتاع نتورك بي يبقى نتورك بي ديت تعتبر هي اللود، وخارج من البوزيتيف تيرمينال بتاع النتورك اي يبقى اذا ديت هي السورس. طبعا انا ما اعرفش مسبقا ده صح ولا غلط، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان لو انا فرضيتي ديت غلط، يعني بمعنى ان التيار بقى في الاتجاه العكسي، هلاقي ان القيم الحسابات بتدينا ايه نيجاتيف فاليوز. فلو هي ادتني بوزيتيف فاليوز يبقى الفرض صح، لو ادتني نيجاتيف فاليوز يبقى الفرض في عكس الاتجاه. فعشان نعمل القصه ديت اول حاجه هحسب التيار. التيار طبعا هنا اهوت هيساوي في اي ماينس في بي اوفر زد. هنا في اي ماينس في بي ثم على الامبيدنس بتاع اللاين. طبعا دولت جيفن، يعني الاولاني هو 120 ات انجل 30 ماينس 120 ات انجل 0، والكلام ده كله هيتقسم على جي 1. فلو حسبنا الكلام ده نلاقيه بيطلع 62.12 ات انجل 15 degrees. لو حبيت احسب بقى الباور اللي هي ريليتد لل النتورك A، فهي بتبقى عبارة عن الماجنتيود بتاع VA في الماجنتيود بتاع الكرنت في كوساين الانجل ما بين الفولتج VA والكرنت انجل او فيز انجل يعني اللي هي ثيتا اي. فهنا يبقى عندي VA بيساوي 120، التيار زي ما حسبناه ب 62.12، ويبقى كوساين الانجل بتاعت الفولتج في اي ب 30 والانجل بتاعت الكرنت 15 يبقى ناقص 15. زي ما احنا شايفين ده هيطلع لي بوزيتيف كوانتيتي
هتبقى بتساوي 7200 بوينت فور واتس. بالمثل احسب الباور عند النتورك بي، هتبقى الماجنتيود بتاع في بي في الماجنتيود بتاع الكرنت في كوساين الانجل بتاعت سبلاي بي ماينس الانجل بتاعت الكرنت، هلاقي بقى بيساوي 120 في 62.12 في كوساين 0 ناقص 15. لو حسبت الكلام ده هيطلع 7200.4. طبعا عند في اي زي ما اتفقنا بما انه خارج فدي هتبقى بار سبلايد، وده هيبقى بار ابزوربد او كانها لود. وبرضه زي ما احنا شايفين الرقمين طالعين قد بعض لان الترانسميشن لاين اللي احنا مستخدمينه ما كانش فيه اي ريزيستنس، وبالتالي ما حصلش اي ديسيبيشن للباور في عمليه النقل، فكل الباور الاكتف باور جنريتد في النتورك A راحت للنتورك B. النقطه الثالثه اللي عايزين نتكلم فيها في الجزء ده من المحاضره هو موضوع الباور فاكتور كوركشن. زي ما كنا قلنا قبل كده ان شركات الكهرباء بتشترط على المصانع وعلى المنشآت الكبيرة ان الباور فاكتور بتاعها يبقى رقم ما بين 0.9 و يونيتي باور فاكتور، وقلنا ان السبب هو اقتصادي لان لما الباور فاكتور بيبقى صغير ده معناه ان تيار اعلى بيمر في الترانسميشن لاينز، وبالتالي تبقى تكلفة عشان خاطر الترانسميشن لاين يقدر يستحمل التيار العالي، كمان بيبقى فيه لوسز في اكبر في الترانسميشن لاين. فاحنا فرضين هنا وقت ان عندنا سورس بيغذي لود، وقلنا برضو ان معظم اللودز اللي موجوده في الصناعه بتبقى ليها لاجنج باور فاكتور، فانا فارض ان في تيار اسمه اي ال اللي هو اي لود يعني، وفولتج اكروس اللود اللي سميناه هنا في ال. طيب احنا لو كان عندنا السيستم بهذا الشكل نقدر نرسم الباور تريانجل زي ما اتفقنا. ادي الابارنت باور بتاعه اللود اللي انا سميتها اس اولد، والرياكتيف باور اللي هي انا سميتها هنا كيو اولد، والاكتيف باور اللي انا سميتها بي اولد. طبعا اللود باور اللي انا هنا مسميها بي اولد ديت ما اقدرش اغيرها، ليه؟ لان الموتور محتاج كذا واط عشان يشتغل، خلاص لازم اديله الاكتيف باور اللي هو محتاجها. يبقى اذا لازم احافظ على الاكتيف باور اللي اللود محتاج، لكن اللي ممكن اغيره عشان خاطر احسن الباور فاكتور هو الرياكتيف باور. طبعا الزاويه ديت زي ما احنا شايفين كده اهوت اللي هي ثيتا اولد نقدر ننقصها، ولو كل ما نقصتها يبقى كوساين الزاويه بيكبر ويقرب من الواحد. انقصها ازاي؟ عن طريق ان انا احط رياكتيف باور باشاره نيجاتيف. يعني ايه رياكتيف باور باشاره نيجاتيف؟ يعني كاباستور. فمن الكونفيجريشنز الكومن جدا في الباور اندستري ان بيجي يحطوا هنا كاباستور سي بارلل مع اللود. لما بيحط الكاباستور اللي هو بارلل مع اللود ايه اللي هيحصل؟ انا رسمت هنا الباور تريانجل مره تانية. ده معناه ان هضيف هنا الكيو بتاعه الكاباستور في اتجاه عكس الكيو اللي كانت موجوده في الاصل، فمجموع الاثنين دول هيديني رقم اقل من الكيو اولد، انا سميته هنا كيو نيو. فكان كيو نيو ديت اللي انا رسمها هنا هي عباره عن كيو القديمه ماينس كيو بتاعت الكاباستور. وزي ما احنا شايفين ده ادى الى ان الزاويه هسمي بقى ديت ثيتا نيو بتبقى اصغر من ثيتا اولد، وبالتالي فعلا الباور فاكتور بيتحسن. يبقى اذا زي ما قلت ديت واحده من الكومن ميثودز عشان خاطر تو امبروف الباور فاكتور بتاع السيستم. وبيقبل ديزاين بروبلم دلوقتي ان احنا ازاي نختار قيمه سي، يعني سي بتساوي كام عشان تو اتشيف سيرتن ثيتا نيو، بالتالي سيرتن ديزايربل باور فاكتور للدايره اللي عايزها. طيب خلينا نقول ان ثيتا اولد ديت
هي عبارة عن كوساين ماينس 1 الباور فاكتور بتاع السيستم القديم اللي هو قبل ما نعمل له اي عملية تحسين. وان ثيتا نيو بتساوي كوساين ماينس 1 الباور فاكتور بتاع النيو سيستم، يبقى السيستم اللي هو هيبقى انكلودد فيه كاباستور واللود. فبيبقى ده جيفن، بيبقى انا عارف اللود بتاعي الباور فاكتور بتاعته قد ايه وعايز احقق باور فاكتور قد ايه، فبعرف باور فاكتور اولد وباور فاكتور نيو. طيب وانا عارف ان الكيو من الباور تريانجل بتساوي البي اولد ديت في تان الانجل. احنا من الترينجل هنا زي ما احنا شايفين الترينجل ده مثلا لو خدت كيو اوفر بي ده هو عبارة عن تان ثيتا اولد، فهو ده بالظبط اللي انا ايه كتبته. وبرضو الكيو نيو هتبقى بي اولد، احنا اتفقنا ان بي اولد ديت ما بتتغيرش لان هي الباور اللي اللود فعلا محتاجها عشان يشتغل، في تان ثيتا نيو. وبالتالي اقدر احسب بقى انا الكاباستور هيديني باور قد ايه اللي هو الفرق ما بين الاثنين دولت، يعني اللي هو هيطلع بي اولد في تان ثيتا اولد ماينس تان ثيتا. والكلام ده هو طبعا هيكون بيساوي اللود فولتج سكوير على اكس سي. اكس سي ديت اللي هي واحد على اوميجا سي، يعني اوميجا سي في في ال سكوير. بالتالي من المعادلة ديت اقدر احسب قيمة الكاباستنس اللي انا محتاجة، لان انا هبقى جيفن عندي اللود فولتج تيرمينال فولتج عند اللود، حسبت انا الريكوايرد كاباستيف فولتج او رياكتيف باور من الكاباستور عشان خاطر احسب الباور فاكتور. دي معادلة واحدة في مجهول واحد اللي هو سي، اقدر احسب السي من المعادلة. شوف دلوقتي مثال بيوضح ازاي نصمم الكاباسيتنس عشان نحسن الباور فاكتور. فانا فارض هنا ان عندي لود، اللود دوت هو عباره عن 50 كيلو وات وركينج ات 0.8 باور فاكتور لاجينج. التيرمينال فولتج بتاعه اللود 220 ات انجل 0، واحنا هنحط مطلوب نحط كاباستور كاباسيتنس سي بحيث ان الباور فاكتور بدل ما هي 0.8 السبلاي يشوفها كانها 0.95. فعشان خاطر اعمل القصة ديت زي ما قلنا قبل كده هنحسب الاول الانجل القديمة والانجل الجديدة اللي هي بتمثل اللود. الانجل هي عبارة عن كوساين ماينس 1 الباور فاكتور، فثيتا اولد هي كوساين ماينس 1.8 هتساوي 36.8، والانجل ثيتا نيو هي كوساين ماينس 1 النيو باور فاكتور، فده هيطلع 18.19. فلو جينا بصينا على الباور ترينجل هنلاقي مثلا لو كان هو ده البي القديمة، ديت هي الكيو القديمة، ديت هي الثيتا القديمة، بالتالي هتبقى دي اس. فهو ده اللي عندنا في بي اولد ديت هي اللي بتساوي 50 كيلو وات، والزاوية ثيتا اولد ديت هي اللي احنا قلنا انها بتساوي 36.8. طيب فلو احنا عملنا كده يبقى ممكن نحسب قيمة الرياكتيف باور قبل ما نحط الكاباستور اللي هنسميها كيو اولد، على انها بتساوي احنا شفنا هنا ان الكيو اوفر بي هتساوي تان الثيتا، فيبقى اذا الكيو ما هي الا البي في تان الثيتا. فلو عوضنا بالكلام ده يطلع 50
في 10 to the power 3 في 10 36 و8 من عشرة. لو حسبنا الكلام ده هيطلع 37.5 كيلو فار. لو حسنا الباور فاكتور اتفقنا احنا ان الاكتف باور ما بتتغيرش، يعني البي اولد ديت بتفضل هي هي قبل وبعد تحسين الباور فاكتور، لان الموتور محتاج مثلا 50 كيلو وات عشان يشتغل، فلازم نديله 50 كيلو وات. لكن اللي بنقلله هو الرياكتيف باور، فهنخليها كده مثلا، والزاوية ديت هي ديت اللي احنا سميناها ثيتا نيو، وبالتالي هو ده كيو نيو. فلو انا عايز احسب كيو الجديدة فهتبقى بتساوي البي في تان الانجل الجديد. فلو انا عوضت بالكلام ده برضه يبقى عندي هنا 50 في 10 to the power 3 في تان الزاوية اللي هي 18.19. لو حسبت الكلام ده هيطلع 16.430 فار. الكاباستور هو اللي هيدي الفرق ما بين الاتنين، فيبقى اذا الكيو بتاعت الكاباستور هتساوي الكيو القديمة ماينس الكيو الجديدة. لو طرحت الكلام ده من بعضه المفروض انه يساوي اوميجا في سي في في سكويرد. الاوميجا جيفن ان هي ب 377، طبعا 377 دي هي الفريكوانسي المناظرة لل 60 هرتز، لو استخدمنا 50 هرتز بتبقى 314. دي ارقام ايه المفروض انها محفوظة يعني. ف 377 ديت هي الأوميجا، والفولت اللي هو الأكروس اللود اللي هو احنا اتفقنا ان هو 220 فولت. وبالتالي انا كده عندي معادلة واحدة في مجهول واحد هو السي، يبقى اقدر احسب ان السي بتساوي، فيطلع السي بتساوي 37.500 ماينس 16.430 على الفولتج سكوير اللي هو 220 سكوير في 377. لو حسبنا الكلام ده بيطلع يساوي 1158.55 مايكروفارد. يبقى هو ده الإجابة بتاعت السؤال، هو ده الكاباستور اللي انا محتاجه عشان خاطر يحسن الباور فاكتور تبقى 0.95. النقطة الأخيرة اللي عايزين نتكلم عنها في المحاضرة هي حساب الماكسيمم افريج باور، يعني بفرض ان احنا عندنا اي سي سيركت زي اللي انا رسمها كده، مهما كان الكومبوننتس اللي فيها بتغذي لود اللي هو احنا مسمينه هنا زد ال. فالسؤال ايه اللود اللي ممكن نحطه بحيث ان احنا نحصل على الماكسيمم باور من الاي سي سيركت ديت. احنا طبعا عارفين ان اي اي سي سيركت مكونه من باسيف كومبوننتس نقدر نمثلها بالثيفنين ايكويفالنت، يعني يبقى عندي هنا في في ثيفنين و زد ثيفنين، فده الايكوفالنت للاي سي سيركت. وبعدين في هنا اللود. الحقيقه ممكن نثبت ان الماكسيمم باور ترانسفير بيحصل لو كانت اللود امبيدنس بتساوي الكونجيجيت بتاع الثيفنين امبيدنس. بتثبت ازاي؟ زي ما عملنا في حالة الدي سي، بنحسب الاكسبريشن بتاع الافريج باور ونفضله بالنسبة للإمبيدنس عشان خاطر نشوف امتى الماكسيمم بيحصل، وهي النتيجة بتطلع بالشكل ده فاحنا مش هنثبتها الحقيقة، ولكن هنشوف ازاي نطبقها. فده مثال في زي ما احنا شايفين كده اهوت، ادي اي سي سيركت اهيت بتغذي لود اللي هو انا مسميه زد ال، وعايزين نشوف ازاي نحسب
زد ال اللي هي corresponding to maximum power transfer، ونشوف الباور بتساوي كام. فزي ما احنا عارفين ده معناه ان هنجيب زد ثيفنين وفي ثيفنين. فزد ثيفنين هنحط السورس الاندبندنت سورسز بتساوي صفر، عندنا هنا current source يبقى هنحطه هنا open circuit، فهنا في open circuit فعلا اهوت اللي هي كان مكان ال current source. وبنفصل اللود، فالترمينالز A و B هنا اللي انا راسمهم دولت هما اللي كان اللود كونكتد عندهم، وبنبص من عند الترمينالز بتاعة اللود عشان نشوف الامبيدنس. طبعا ما بين A و B في مقاومة 4 اوم، ولو انا كملت المسار همر على امبيدنس عبارة عن 2+1J بارلل مع الـ4 اوم، وبالتالي اقدر احسب زد ثيفنين على انها حاصل ضرب الـ4 في 2+1J اللي هو البارلل امبيدنس على المجموع. لو عملت الكلام ده بيطلع 1.41+J.43 اوم، وبالتالي اقدر احسب ال required load impedance اللي هي تبقى الكونجكت بتاع زد ثيفنين. فكل اللي هعمله ان انا هاخد امبيدنس ليها نفس الريال بارت يعني 1.41، وهعكس اشاره الايماجينري بارت عشان اعمل كونجكت، يبقى هيبقى فيه ناقص J.45، ويبقى هو ده الام بي اللود اللي بيديني او اللي ممكن يسحب ماكسيمم باور من الاي سي سيركت. بعد كده عايزين نحسب في ثيفنين. الكرنت سورس ده زي ما احنا شايفين قدامه في 2 بارلل برانشز ال 2 اوم و 4+1J، فبالتالي اقدر احسب التيار اللي هيمشي في ال 4 اوم ديت عن طريق الكرنت ديفايدر رول. هيبقى عندي 4 ات انجل 0 في 2 على 2 زائد 4 زائد جي 1، فالكلام ده كله بيديني التيار اللي ماشي في الأربعة اوم، هضربه في 4. لو عملت كده يديني في ثيفنين، ولو حسبتها هتطلع بتساوي 5.26 at angle ناقص 9.45 degrees فولت. فدلوقتي بقى عندنا في ثيفنين و زد ثيفنين واللود امبيدنس واصلين بالشكل ده اهوت، وعايزين نحسب التيار. فواضح طبعا ان التيار هيساوي في ثيفنين على زد ثيفنين زائد زد بتاعت اللود. لو عملت عملية القسمة ديت هتديني 1.87 ات انجل ناقص 9.45 امبير. لو حبيت احسب الماكسيمم باور، فالماكسيمم باور بتساوي اي سكويرد في ار، فده هيساوي 1.87 كله سكويرد مضروب في ال 1.41، وده لو حسبناه يطلع 4.93 واتس.